تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن ليلة القدر المباركة، وعن شرفها ومكانتها، وعن علاماتها، وما ينبغي للمسلم أن يغتنمه فيها. هذه الليلة المباركة تسمى بليلة الفرقان، وتسمى أيضا بليلة الغفران، وتسمى بليلة العتق من النيران، كما تسمى بليلة السلام، سلام للمؤمنين من كل خوف. قال فيها رب العزة جل جلاله في كتابه العزيز: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ربنا يتكلم بالذات العلية: إنا أنزلناه. من؟ القرآن الكريم. نزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فصار رمضان خير الشهور، وخير الليالي هي ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. لماذا سميت بليلة القدر؟ قيل لقاء العظيم وشرفها الكبير، وقيل لأن فيها تلك الليلة يقدر الله تعالى ما يكون في السنة القادمة، كل ما سيجري في ذلك العام من التدابير الإلهية ربنا يقدره. وهنا الله عز وجل يكتب مقادير الخلق أجمعين، كل أحداثهم وكل وقائعهم، يكتب الأجال ويكتب الأرزاق ويكتب كل شيء، الحياة والموت، الفقر والغنى، الشقاء والسعادة، العطاء والمنع، الصحة والمرض، كل شيء يكتب في هذه الليلة، حتى يكتب وفود الحجاج والمعتمرين. ربنا قال فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا، يفرق على العباد نصيبهم. المؤمن إذا أكثر من العبادة والطاعة والدعاء في هذه الليلة فيرجو من الله تعالى أن يكتب لنا ولكم أجمعين أقدار فيها رحمة وفيها بركة وفيها تيسير، أن نكون من السعداء لا من الأشقياء، أن نكون من الناجحين لا من الهالكين، أن نكون من الأعزاء لا من الأذلاء، أن نكون من الأحياء لا من الأموات. فالله سبحانه وتعالى قدر علينا الأقدار وأراد منا أننا ندعوه في هذه الليلة المباركة. هذه الليلة المباركة سينزل فيها القرآن العظيم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كانت ليلة مباركة معظمة وقع فيها الاتصال بين السماء والأرض. تتميز هذه الليلة بأن الله تعالى يأمر الملائكة عباد الله المؤمنين، ينزل الملائكة بالخير والبركة والرحمة والمغفرة. ربنا قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. في هذه الليلة لا تبقى بقعة في الأرض إلا وفيها ملك منزل من عند الله. عدد الملائكة أكثر من عدد الحصى،
وينزل الملائكة ويتقدمهم جبريل عليه السلام، ينزل في كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى، ينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوعها، ومن ثم نزولهم سبب لنشر البركات وحفظ المؤمنين من كل سوء في نزولهم سبب لنشر البركات وحفظ المؤمنين من كل سوء في كل أنحاء الأرض. وهذه الليلة مباركة قال فيها تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، هي ليلة خالية من الشر، خالية من الأذى، هي ليلة يكثر فيها الناس ويشعرون باستعداد لفعل الطاعات وأعمال البر والخير، وتكثر فيها السلامة من العذاب، والشيطان وجنوده يخلصون إلى مكان بعيد يبتعدون عن عباد الله المؤمنين. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعم فيها السلام والأمن والأمان والسكينة. وفيها هذه الليلة المباركة ربنا شرفها وقدرها وجعل العبادة فيها تعدل 83 سنة وأربعة أشهر، خير من 1000 شهر. تصور 83 سنة وأربعة أشهر، العباد إذا صلوا هذه الليلة وذكروا فيها الله تعالى وكل ما فعله من خير في هذه الليلة كأنهم فعلوه لطول هذه المدة. وهذه الليلة المباركة يتجلى فيها المولى عز وجل بالمغفرة لعباده والعتق من النيران. قال فيها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تصور أيها الأحبة الكرام هذا الفضل، أن يغفر لك الله تعالى ما تقدم من ذنبك، هذا لا يكون إلا في الحج. الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وطبعا الحج عبادة شاقة ومكلفة، خصك تدير القرعة، خصك تدير القرعة، وخصك واحد للقدر مالي كبير، وخصك واحد السفر طويل لأيام عديدة، وخصك تعب ومشقة وسهر وقيام وطواف وسعي ورجم ووقوف بعرفة ومبيت بمنى وتقديم للهدي، يعني أعمال شاقة لكي تنال في الختام أنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أما قيام ليلة القدر ولو بركعتين فمن فعلها إيمانا واحتسابا سيكون له نفس الأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت هذه الليلة فماذا عساني أن أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، عفو فاعف عني. دوما السؤال المطروح متى تكون هذه الليلة وأي الليالي هي؟ هذه الليلة هي في العشر الأواخر من رمضان، والصحابة رضي الله عنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة أن يدلهم عليها. فلما خرج من المقصورة كان في المسجد ليخبرهم متى هي هذه الليلة ليشهدوا، كما روى الصحابي عبادة بن الصامت، إذا برجلين من المسلمين يتلحان يختصمان ويتنازعان. فقال صلى الله عليه وسلم لقد خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية قال لهم التمسوها في العشر الأواخر الوترية، يعني ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، أو ليلة 29. فالنبي الكريم جعل هذه الإخيارات حتى يكون المؤمن نشطا وكثير العبادة والإقبال على الله.
فسبب إخفائها وعدم تحديدها بغاية الترغيب وتحفيز العباد على الاستمرار والمداومة على العبادة والطاعة والمثابرة عليها، حتى لا يقتصروا على العبادة في تلك الليلة فقط. وإن كان جديرا بالمؤمن أن يجتهد في العشر الأواخر المباركة كلها ويواظب على ماذا؟ يواظب أولا على الصلاة، الصلاة والقيام، ويواظب على تلاوة القرآن، ويواظب على وتهليل، ويواظب على الدعاء الدعاء الدعاء، لأن الدعاء هنا مستجاب لا يرد. كل من عنده حاجة، كان مريض يلتمس العلاج، كان فقير يلتمس الغنى، كان راسب يلتمس النجاح، كان عازب يلتمس الزواج، كان بدون أولاد يلتمس الخلفة، كان شقي يلتمس السعادة. كل من كان يلتمس خيرا إلا وربنا عز وجل يعطيه في هذه الليلة المباركة، الليلة المكرمة. وإن كان بعض الصحابة من خلال الاجتهاد قالوا بأنها ليلة 27، لأن منذ عهد الصحابة كانوا يجتهدون ويبحثون في القرائن والأدلة، فاهتدوا حسب اجتهادهم إلى أنها في ليلة 27، كما قال سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال سمعت النبي الكريم يقول من كان ليلة 27. وسيدنا أبي ابن كعب رضي الله عنه كان مجتهدا في القرآن والتفسير وفي البحث عن القرائن والإشارات، فقال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، والله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. فالصحابة كانوا يبحثون عن العلامات لهذه الليلة المباركة، من علاماتها قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، وأيضا من علامتها طمأنينة القلب وانشراح الصدر، وأيضا المؤمن يشعر بنشاط أكثر في هذه الليلة بالعبادة والطاعة، وأيضا الرياح في هذه الليلة يشعر بنشاط أكثر في هذه الليلة بالعبادة والطاعة، وأيضا الرياح في هذه الليلة تكون ساكنة لا تأتي بالعواصف ولا بالقواصف، والشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافية. وإن كان بعض العلماء المعاصرين ممن يهتمون بالإعجاز أو المنطق الرياضي في القرآن الكريم قاموا بتطبيق هذا المنهج على سورة القدر، فوجدوا بأن السورة تحتوي على 29 كلمة، وعدد أيام الشهر العربي 29، فكأن السورة عددها بعدد أيام الشهر 29 كلمة 29 يوما. ووصلوا إلى قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، فقالوا بأن كلمة هي هذه كلمة زائدة، ففي اللغة العربية والبيان لو حذفنا كلمة هي لكان الكلام مستقيما. لو قال ربنا مثلا سلام حتى مطلع الفجر لكان الكلام واضحا، لكن هي هنا لماذا ربنا ذكرها؟ قالوا هي رقم 27، سلام هي. ثم لما قال تعالى عن ذكر اسم ليلة القدر 3 مرات في هذه السورة، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، 3 مرات. وهذه الكلمة هذه الجملة هذه تحتوي على 9 أحرف، ليلة القدر 9 أحرف، 9 في 3 تساوي 27. هذا اجتهاد من علماء يبحثون في المنطق الرياضي في القرآن الكريم، فالأرجح أنها ليلة 27 في هذه الليلة. يستحب للمؤمن في هذه الليلة أنه يستحم ثم يخرج مبكرا بعد الإفطار مع أهله وذويه إلى المسجد، ويكثرون من الصلاة والعبادة والطاعة، ويكثر المؤمن لما يتعب من الركوع والسجود والقيام
يستريح أن يحمل المصحف الشريف ويقرأ ما تيسر من كلام الله. وإذا أراد أن يغير من مسجد إلى مسجد وهو في الطريق يكثر من الذكر التسبيح والتكبير والتهليل، وكلما شعر بأن قلبه امتلأ بالإيمان يرفع يديه إلى السماء ويدعو الله تعالى الدعاء الكثير، لأن الدعاء هنا مستجاب لا يرد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يكتب لنا فيها أوفر النصيب. اللهم عفو فاعف عنا، اللهم إنك كريم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم أمين يا رب. أيها الأحباب الكرام، مناسبة أخرى تنتظرنا أيضا في هذه الأيام المباركة، وهي عبادة زكاة الفطر أو صدقة الفطر. هذه أيضا عبادة طيبة مباركة أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نؤديها. قال جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى، قالوا هذه هي المقصود بها زكاة الفطر. وذكر اسم ربه فصلى، يعني يصلي صلاة العيد لما يأتي فجر شهر شوال، وفي الصباح الباكر عند الضحى يصلي المؤمنون صلاة العيد في المصلى. نخرج الزكاة أولا ثم نصلي بعد عند الضحى، يصلي المؤمنون صلاة العيد في المصلى. نخرج الزكاة أولا ثم نصلي بعد ذلك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه الزكاة هي فرضها الله تعالى لأن لها علاقة بالجانب الاجتماعي، فالإسلام هو يهدف إلى التكافل بين المسلمين، ليشعر المسلم بأخيه المسلم، الغني يشعر بالفقير ويكرمه ويوسع عليه. هذه الزكاة فرضت لما فرض الصيام، الصيام فرض في السنة الثانية للهجرة، ولما انقضى رمضان فرض الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر، وقد جعلها ربنا سبحانه وتعالى طهرة للصائم وكفارة مما قد يقع فيه من اللغو والرفث، وأيضا توسعة. الله بن عباس في الحديث الشهير: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهذه الزكاة فيها خير وبركة عظيم، لأن المؤمن خلال رمضان قد يقع له بعض الاختلالات أو الهنات أو السيئات، فربنا يغفر له كل ما مضى من ذنوب وسيئات بزكاة الفطر. ثم إن أعماله التي قام بها من قيام وتلاوة قرآن وقيام ليل وأعمال صالحة تبقى معلقة بين السماء والأرض حتى ينفق زكاة الفطر. وأيضا السبب الأساسي التي من أجله شرع ربنا زكاة الفطر هو هدف اجتماعي إنساني، لتسد خلة الفقراء، لتسد خلة الفقراء وتشعرهم بالسعادة يوم العيد، وتغنيهم عن الطواف والسؤال وطلب المساعدة. سيدنا النبي قال: أغنوهم عن الطواف هذا اليوم، أغنوهم عن الطواف هذا اليوم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعطون للفقراء والمساكين، حتى يعطون للرهبان ولليهود إذا كانوا فقراء في البلد المسلم. هذه الزكاة زكاة الفطر تمتاز عن غيرها من الزكوات، هي على الأشخاص لا على الأموال. هذه لا يدفع فقط الأغنياء، حتى الفقراء يدفعونها، الفقير يعطيها لمن هو أفقر منه. وهذه الزكاة هي مشروط على الجميع، على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، يخرجها رب البيت على نسائه وبناته وأولاده ووالديه الفقيرين، وإذا كان عنده خادم في البيت يخرج عنه، وإذا كان رمضان أو جل رمضان يخرج عنه، فكلها هذه تخرج على الجميع. أما الحمل إذا كان في بطن الأم لا يخرج عنه إلا إذا استهل بالصياح تلك الليلة. هذه الزكاة هي فرضها الله سبحانه وتعالى أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فالإنسان له أن يخرجها
ليلة العيد، وله أن يخرجها قبل العيد بيومين أو ثلاث أيام لكي يحصل منها المنفعة. أما إذا أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات وليست زكاة من الزكوات. هذه المقدار الواجب في زكاة الفطر هو الصاع النبوي. ما هو الصاع النبوي؟ هو أربعة أمداد، يعني ملء الكف المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا أربعة ديال الأمدود هو الصاع النبوي. وبالميزان، ميزان في عصرنا هذا هو كيلوغرامين ونصف من الدقيق، كيلوغرامين ونصف من الدقيق، وهي تخرج من غالب قوت أهل اليوم، تخرج من حسب المواد المتوفرة، إما قمحا وإما شعيرا وإما زبيبا وإما أرزا حسب المتوفر. لكن يقال هل يمكن أن نخرجها نقدا؟ طبعا اختلاف هو قديم جدا بين العلماء، هل تخرج نقدا أن تخرج قمحا وشعيرا. الفقه التقليدي المتمسك بحرفية النصوص يقول يجب إخراجها شعيرا وقمحا وأرزا حسب غالب قوت أهل اليوم. قالوا لأن النبي الكريم أخرجها هكذا والصحابة أخرجوها هكذا، ونحن علينا أن نتمسك بظاهر العمل. لكن الفقه المقاصدي، لأن الفقه نوعين، هناك فقه التقليدي والفقه نوعين، هناك فقه التقليدي والفقه المقاصدي، يبحث في العلل وفي المصالح ويعتقد بأن الأحكام الشرعية مرتبطة بالمصلحة الراجحة. فقالوا بأن الأفضل أن تخرج نقدا، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاملون بالمواد الأطعمة، هي الكت المتوفرة، والنقد كان قليل، وكان الإنسان محتاج إلى الطعام. أما فيما بعد فتغيرت الظروف، فصار المال موجود والطعام موجود، والأنفع للفقير هو أن تعطيه مال. لماذا؟ لأن إذا أعطيته أنا شعير أو قمح والآخر أيضا شعير أو قمح والآخر والآخر، سيتجمع عنده كمية هائلة من القمح والشعير، وهذا الفقير هو يحتاج إلى خضروات وفواكه ولحوم وثياب وثمن للنقل وثمن لفاتورة الماء والكهرباء، ويحتاج إلى نقد. فلو أعطيناه نقدا سينتفع به أكثر ويشتري به ما يريد. أما إذا أعطيناه قمحا على قمح على قمح، ماذا يفعل به؟ سيضطر أن يعيد بيعه لصاحب القمح بأقل ثمن ويأخذ ذلك ويضيع، وهنا المصلحة غير راجحة. فالإسلام مرتبط بالمصالح. القدر الذي اتفق العلماء عليه في بلادنا هذه وفي هذا العام، كما هي الفتوى في المجلس العلمي الأعلى ببلادنا، قالوا بأن المبلغ المحدد مقداره لزكاة الفطر نقدا هو 20 درهما، 20 درهم 400 ريال، فهذا هو أقله. ومن أراد أن يزيد أكثر فله ذلك، من أراد أن يزيد أكثر يعطي 50 درهم أو 100 درهم أو أكثر فله ذلك. ومشروعية هذا قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له. فهذه النسبة إما نجمعها نعطيها لفقير واحد أو نقسمها على فقراء متعددين. بالنسبة لأحبابنا من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يخرجونها في محل إقامتهم، لكن يعترض سبيلهم أن أحبابنا في الديار الغنية في أوروبا وأمريكا وكندا وغيرهم لا يجدون فقراء. تلك البلاد عندها حماية اجتماعية مرتفعة، فلا تكاد تجد فقير، لا مسلم ولا يهودي ولا نصراني. يعني الناس عادة في البلاد الغربية عندهم اهتمام ومراعاة لحقوق الإنسان والدخل الفردي، فالكل ليس مسكين. لكن في بلادنا وباقي الدول الإسلامية نحن في طريق النمو ونحتاج للمساعدة لبعض فقرائنا، فيمكن للإنسان اللي هو مقيم خارج أرض الوطن يجمع ديك البركة ويبعث طن، يجمع ديك البركة ويبعث بها إلى أرض المغرب ويعطيها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين. إما يبعثها إلى دار الأيتام أو إلى دار العجزة أو إلى دار اللي فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إلى إحدى الجمعيات، أو إلى إحدى فقهاء المساجد
الثقة الذي سوف يصرفه على ساكنة المنطقة الفقراء أو إلى إحدى المستشفيات هناك المرضى أو حسب رأيه، أو يكلف بها أحد أفراد أسرته الثقة ويكلف بإعطاء الفقراء، سيكون الأجر والثواب. هذه في مصلحة أيضا، لأن الجانب الفقهي المعاملاتي في المصلحة. ما يتعلق بالعبادات هو تعبدي لا اجتهاد فيه، أما ما يتعلق بالمعاملات فهو يبقى معلل بالحكمة والمصلحة، فأصله ثابت لكن الوسيلة متغيرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيام رمضان وقيام، أن يبارك لنا في هذه الأيام ويوفقنا لإدراك ليلة القدر. اللهم اجعلنا ندرك ليلة القدر، اللهم اكتب لنا فيها أوفر النصيب، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأحبابنا وأقاربنا من النار، واعتق رقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رب نعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك. اللهم يا رب شافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغني فقراءنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا سواء السبيل. اللهم اجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتقبل منا رمضان، واجعلنا ندرك ليلة الفطر، وأفض علينا بالفرحة والسرور، وأطل لنا العمر حتى ندرك رمضانات متعددات فضلا منك وإكراما. واصلح الأولاد، واصلح البنات، واصلح الزوجات والأزواج والإخوة والأخوات. اللهم انزع من قلوبنا حد الشيطان واملأه بمحبة الرحمن. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. قولوا معنا جميعا آمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.